برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا عبر شاشة الأو تي في وعبر برنامج هيلث توك. تعد التوعية الصحية والنفسية حول سرطان القولون أمر بالغ الأهمية بمجتمعنا اليوم، حيث يعتبر سرطان القولون من بين الأمراض الخطيرة يلي بتأثر على جودة حياة الأفراد. والجدير بالذكر أنه الجمعيات الصحية بتلعب دور بارز بتعزيز التوعية الصحية والنفسية حول سرطان القولون، حيث بتتجلى الجمعيات بتقديم الدعم والموارد للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن هالمرض. مشان هيك مشاهدينا بصرنا استقبل بالاستوديو سيدة هنا نمر، مؤسسة ورئيسة جمعية سعيد، تنحكي أكثر عن هالموضوع. برحب فيك هنا وأهلا وسهلا فيك بالأو تي في. أهلا فيك ريتا، اشتقنا لك. ثانك يو على البرنامج الحلو. أهلا وسهلا فيك. عم نحضر ومننطر ومناطر. أهلا وسهلا فيك، نورت استوديو. بالبداية طبعا اليوم حلقتنا موجهة لكل الأشخاص يمكن يلي بيفكروا أنه يعملوا فحص للكشف المبكر طبعا لسرطان القولون. نحن بنعرف كمان انه شهر اذار هو شهر التوعيه لمرض سرطان القولون. اليوم كجمعيه سعيد بدي بلش فيها. طبعا يذكر انه جمعيه سعيد هي الجمعيه الوحيده بلبنان المتخصصه بنشر المعرفه والكشف المبكر المجاني لسرطان القولون. اذا بتخبرينا اكثر كيف تاسست هالجمعيه ومن اي متى تاسست؟ تأسست سنة 2016. كيف تأسست؟ من وراء تجربة مرقنا فيها، لأن بال 2009 ما كان حدا بعده بيحكي كلمة كان سرطان القولون، يعني قليل. جوزي كان بيعرف أنه لازم يعمل نادور، كان اسمه سعيد. نروح عند حكيم عائلة كل سنة ما يوصف لنا إياه، بس هو كان يفتكر أنه لأن حكيم العائلة عم بيعملنا الفحوصات أنه نحن مش بحاجة. صار عمره بال 2009 صار عمره 57 سنة، فجأة حس أعراض، يعني شيء مش معود عليه بحركة الأمعاء تبعوله، حس فيهم وكان كتير مأخر. يعني خسرناه بعد سنتين، ووقتها قررت أنه بس خسرناه قلت ممنوع حدا بقى يخسر حدا بهالمرض. ليه؟ لأنه مثل ما قلتي بصيب كتير عالم، بس من الأمراض القليلة اللي فينا نمنعها، فينا نعالجها وفينا نشفى منها. لأنه كتير تطورها بياخد وقت، يعني لتتطور من لحمية لتصير كانسر بدها 10 ل 15 سنة. أسستها سميتها على اسمه سعيد، وبنفس الوقت هي Spread Awareness Increase Detection SAID. ومن وقتها كل شغلنا وعملتنا التوعية والكشف المبكر. نعم. اليوم شو أهداف الجمعية خاصة للمرضى اللي بيعانوا من سرطان القولون أو الأشخاص اللي هن معرضين أو عندهم حالة معينة بالبيت ممكن لا سمح الله ينصابوا بمرض سرطان القولون؟ هي أهدافها لكل للعالم اللي ما معهم سرطان القولون، لحتى ما يصير معهم سرطان القولون. مثل ما قلنا أنه بننشر التوعية عنه، وعم نكتشف من خلال خبرتنا على الأرض، عم نكتشف شو في عوائق، يعني شو هاللي عم بخلي العالم تحديات. شو التحدي أنه ليه العالم مش عم يعملوا؟ وبلشنا يعني ندرس، يعني كل ما نعمل نشاط عم نشوف طيب ليه وليه، يعني عم نلاحظ كثير اشياء وعم نجرب نكسرها هالعوائق. واول اول عائق يعني كان هو التوعية. العالم مش سامعين. ثاني شيء ما بدهم يسمعوا، بعيد من هون هيدا المرض، لا مش هيدا المرض، ما في بيت الا ما عندهم حدا مصاب بهالسرطان. فهيدي نحن كثير عم نشتغل عليها، وكل محاضراتنا وكل شيء موجهه للعالم، كانت اول ما بلشنا للعالم العادي، يعني نروح على البلديات، نروح على الكنائس، نروح على الجوامع، نروح على الجمعيات وكل شيء. بس مع الوقت قلنا انه لازم نكتشف اكثر ليه، يعني لوين بدنا نوصل. صرنا هلا يعني بهالسنه بلشنا نحن السنه الماضيه عم نعمل تريننج اوف ترينرز، يعني عم نروح مثلا حسابي جامعه مثلا ال يو عزمونا السنه الماضيه، اول السنه اللي هيدي ال 23 عزمونا على نشاط بنيرسينج سكول بجبال تحت بالضيعه، يعني بالمدينه. قلنا لا بنعمل تريننج اوف ترينرز للستودنتس اوف تبع النيرسينج، لحتى يكونوا هن، نحن رحنا على الجامعه مثلا او رحنا على الايفنت معهم ورجعنا على البيت، يعني ما ترك حدا محلنا. هلا لا صرنا عم نروح نعمل تريننج اوف ترينرز للتلاميذ، للعالم الستاف اللي عم يشتغلوا مع العالم وكل شيء، وبنروح نحن وياهم النشاط.
حلو. يعني بنكون نحن رجعنا على بيوتنا بس بعدهم العالم عم يحكوا بالموضوع. صحيح. وبخلال التوعية لما عم نعملها عم ناخذ معنا هاي المجسم الكولوم. طبعا رح نحكي عنه مدام هنا. إذا بدنا نعرف أكثر المشاهدين شو هو سرطان الكولوم؟ هو سرطان بصيب بحيلا عضو بالجسم، هو هيدا بصيب المصران الغليظ والمستقيم، يعني اسمه كولوركتال كانسر، يعني المستقيم والاخر هو المصران اخر جزء بالجهاز الهضمي، ومعرض يصير بيصير معه سرطان، وواحد من 20 بصيبه هيدا المرض، وبسبب تاني مسبب للوفاة مشترك بين الرجال والنسوان. وفي كثير معتقدات خاطئة، لما نحن كنا عم نعمل دراساتنا على الأرض يقولوا لنا لا بصيب الرجال، لا بصيب النسوان، عرفتي كيف؟ أو إنه ما بدنا نعمل لأنه ما عندنا عوارض، ليش ما نحركش بحالنا؟ فهيدا وببلش بلحمية صغيرة، وهاللحمية لازم تنشال، لا بس كيف ما نعرف إذا في ملحمية إذا ما عملنا كشف مبكر؟ لأن هاللحمية عم تكبر 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 مش عم تعمل عوارض إلا لتصير متأخر. صحيح. ساعتها بتبلش تعمل عوارض وبصير الوضع أخطر يعني. صحيح. خاصة في ناس كمان هنا بيكونوا بالعيلة يمكن ما عندهم تاريخ كانسير بالعيلة، بيقولوا إنه أكيد ما رح نعمل هيدا الفحص لأنه نحن أكيد ما رح يصير عنا سرطان كولون لأنه ما في حدا بالعيلة موجود. قديه هيدي المقولة إذا فينا نقول صحيحة؟ لا هي ابدا مش صحيحه، بس انه بنشوفها مش صحيحه المضمون قصدي، بس انه ايه معك حق بيلاقوها بيقولوها كثير كانوا اول ما بلشنا، بس بتصدقي من لما بلشنا، لما كنا اول ما بلشنا بال 2016 كنا نعطي ال 100 فحص، نروح على ايفنت مثلا 100 شخص عم ياخذوا التيست، خمسه يروحوا بس. الباقيين يكبوا الورقه، يعني نعطيهم الفحص او الورقه يكبوا. هلا يعني صرنا ب 23 عاطين مثلا حسابي بنعطي 1000 عم بيروحوا 600 او 700 شخص يعملوه، يعني التوعيه صارت طلعت، يعني طلع هيدا صاروا عم يعرفوا العالم اهميه الكشف المبكر بموضوعنا، لانه عم نطوش لهم راسهم. السوشيال ميديا عندنا على طول، في عندنا بوست وعندنا كل شيء، يعني بنضلنا نعطيهم اشياء معلومات، وحتى لنوصل للعالم اللي ما معهم ولا انستغرام ولا هول سوشيال ميديا، عملنا لهم واتساب جروب، بنبعث كل اللي بنحطه على السوشيال ميديا بالعربي مع الصوره الفيجوال يعني تبع الهيدا، بنبعث لهم اياه على الواتساب جروب لحتى ينتشر ويصيروا الكل يعرفوا. حلو. اليوم شو هن اكثر الاعراض الشائعه على مرض سرطان الكولون؟ هل كل شخص عنده لحميه بالمصران ممكن يخاف انه يصير عنده سرطان بالكولون؟ كيف تبلش العوارض؟ هلا اللحمه، انا جاوب على سؤال اللحميه، اللحميه هي لازم تنشال لانه كانت منيحه او ما منيحه لازم تنشال، يمكن على الوقت تتغير، وما بتعمل اعراض ابدا ابدا الا لتكبر وتسكر المصران. الاعراض نحن دائما بمحاضراتنا وبنشاطاتنا بنقول لهم اول عارض هو لا عارض، لانه بالوقت يعني معظم الاوقات بيجوا الحكمة اللي معنا بالجمعيه بيقولوا انه عم يجونا اخر ستيجز وبيقولوا لنا ما عندنا شيء، ويا ريت بيقطع التستيمونيال اللي في حدا كنا بطرابلس بحمله مع مستشفى الروم. ما دام هلا هي سجلت لي الفيديو قالت لي بدي ابعث، لا عندها عارض ولا شيء، اجت عم تاخذ الفت اللي عم نقدم لي طلع بوزيتيف، طلع عندها كانسر. ولا قلت لنا حتى مش عم حس اعراض، والحكيم حتى قال لها طيب شو خطر على بالك تعمليه؟ قالت له لو ما يعطوني اياه الجمعيه ما كنت عملته، ما كانت يعني. عملته. ما عندي عوارض. بالمراحل الاولى كمان ما في عوارض، ولكن بس يصير المرض متقدم وبيوصلوا ساعتها بيصير في عوارض. في اعراض طبعاً. اكيد الاعراض ومشكلته انه بيشبهوا كثير المصران، بيقولوا معنى المصران الغليظ، او بيشوفوا دم بالخروج بيفتكروا بواسير، او بيصير عندهم اكتام او اسهال، او قلت يعني مره هيك مره هيك. الشيء اللي ببين كثير كثير كمان، يعني الواحد ما بيعرف الا هو من حاله، بيتغير شكل يعني البراز الخروج، يعني او بيرفع او بيصير يفوت على الحمام وبيظهر بحس حاله، يعني بيقولوا بالانجليزي unsatisfied need، يعني بضله حاسس حاله لازم يفوت على، يعني مش عم بفضي منيح المصران. صحيح. بصير عنده بالاخير نفخه كمان على الانسداد وهيدا، وفقر الدم، فقر الدم كثير كمان علام احمر، يعني انه لان بيكون عم بيروح دم ومش عم بحس، مش عم بحس، مع الوقت بصير عنده فقر دم، اكيد بالاخير في خساره وزن بتكون طبعاً. بلا سبب، وتعب، وبتعرفي العوارض بالاخير يعني. طبعا
بس يعني ما طلعت كثير ولا شيء من هول. صحيح، يعني مشان هيك المريض اوقات بيصير عنده اذا فينا نقول كونفوجن بين الاعراض، بيصير يقول يمكن لانه اكلت هيدا الاكل ممكن صار عندي نفخه ببطني، او الخروج تغير لونهم، او صاروا دياري، او صار في اكيد دم بالخروج. قد ايه بتحسي هنا التوعيه بهذا الموضوع كثير مهمه، وقد ايه انتم بتشتغلوا؟ لانه انا بعرف على السوشيال ميديا قد ايه حضرتك ناشطه كجمعية سعيد وكل أفراد جمعية سعيد للتوعية من مرض سرطان القولون. قد ايه بتحس التوعية بتلعب دور؟ أكيد التوعية بتلعب دور، لأنه عم نعملها نحن بطريقة عم نوعي العالم، وكمان عم نشوف شو هاللي مثلا من خلال شغلنا كمان بالتوعية لقينا أنه العالم لما يحسوا بأعراض المصران مثلا إذا عندها أكتام المرأة أو الرجال عند مين بيروحوا بالأول؟ بروح عند حكيم، بروحوا عند الصيدلي، او يوصفوا لبعضهم انه خدي هالدواء منيح، خدي هالعشبه منيحه، او عرفتي كيف يعني. فهيدي كمان عم نلاقيها، عم نوعي عليها، وعم نوعي حتى الهيلث كير يعني اللي بيشتغلوا بالمجال الصحي. اليوم كان عندنا محاضره ومبارح والثلاثه لطلاب الفارماسي بجامعه الال اي يو، يعني كل الصاله فيها 100-120 طالب كلهم فارماسي ستودنتس. عم نقول لهم انتم صيادله المستقبل، إذا إجا لحدا عندكم وبده عنده هالأعراض عمره فوق 45، بليز ما تعطوه أدوية، يعني قولوا له اسأل حكيم أو اعمل الفت إذا عمرك فوق 45 ونحن بنعطيك الدواء. لأنه عم بيغطوا الإشاء شو بيقولوا العوارض يعني، بس مش عم بيعالجوا السبب لما صحيح. عم يعطوه دواء للإكتام، دواء للإسهال. فهيدي كمان كلها عم نشتغل عليها، خاصة نحن بلبنان يعني ما عنا كتير كنترول على هذا الموضوع. دايما نحن بنحب نذكر عنه انه حيلا شخص بيفوت على الفارماسي بيقدر يستحصل على الدواء اللي بده اياه، او ممكن كمان حدا بالعيلة بيكون قايل له انه لازم تاخذ هذا الدواء. اوقات بيوصفوا ادوية اعصاب للمصران كمان، بيقولوا لك انه معك العصبي معصبة مشان هيك مصرانك. سو قد ايه مهم عن جد التوعية بهذا الموضوع. وهلا في شغلة صعبة كتير كمان ريتا، الوضع الاقتصادي كمان العالم ما بقى عم بيروحوا يعني صحيح. حتى لو كان بده يروح عند الحكيم عم بيأجلوا او بهيدا. بس هلا يعني بهال من جديد صار كثير منتشر كمان البرايمر المراكز الصحيه يعني الرعايه الصحيه، هول كمان عم نشتغل عليهم نحن انه الحكمه الممرضات كلهم اللي بيشتغلوا بهالمراكز انه اعملوه هيدا روتين، وما انتم ما عندكم مصاري نحن مستعدين نقدموا الفت. ومشكورين انه في مستشفيات عم يعطونا سعر مخفض للنادور، عم نقدر نساعد كمان اللي مش قادر يعمل نادور لما يطلع بوزيتيف معنا. مندلهم في 3 مستشفيات على مدار السنه، اذا فيني اذكر اسمهم، من حمود للمقاصد لسيده صغرتها، مستشفى سيده صغرتها على طول السنه كانت الكي ام سي، بس هلا وقفوا. والمستشفيات الباقيين كمان بشكرهم، مثلا بخلال الحمله السنه الماضيه 23 مستشفى قدموا لنا اسعار مخفضه بسعر يعني مقبول شوي للعالم. بس اكثر من هيك شو الواحد بده يعمل يعني؟ طبعا اكيد بنوجه لهم تحيه لكل المستشفيات الموجودين بلبنان واللي ذكرتيهم حضرتك، للتعاون المتبادل دائما بين جمعيه سعيد وبين المستشفيات دائما لخدمه المرضى. الهدف الاساسي هن التوعيه ونشر التوعيه دائما. اكيد هنا رح نكمل مع حضرتك، ولكن رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا. مشاهدينا بريك صغير، انطرونا راجعين. جانا معكم مشاهدينا دايما عبر شاشة الاو تي في وعبر بروجرام هيلستوك. رجعنا لك هنا طبعا بهالموضوع اللي كتير مهم وبيهم كتار من المشاهدين. اليوم هنا كتار من المشاهدين بيسألوا الفيت تيست، اذا بتخبرينا اكتر عنه كيف بينعمل، اذا مريض ما بده ينطر شهر اذار، شهر التوعية لسرطان القولون، حتى يعملوا وين بيروح؟ هل هو فحص بالدم، فحص خروج؟ خبرينا أكثر عنه وشو منشوف بالفيت تيست. هو الفيت فحص خروج، بياخذوا عينة خروج وبروحوا على المختبر بعد إذا بدو يعملوا معنا. نحن عم نقدمه مجانا كل السنة لأنه شهر واحد ما بكفي، اللي ما بيسمع فيه ما بيسمع عن تيست بأدار بينطر لسنة الجاي، يعني بنكون عم نعمل ريسك. فنحن عم نقدمه على مدار السنة، وهينة كتير مثل ما هلأ شفتيني، بعطي ورقة منعطي فاوتشر صغيرة في عليها رقم مدام سيلفانا، هي منسقة الفحوصات بالجمعية،
بتوجه لها بالشكر هون لانها عم تهلك حرم تليفونات وبتلاحق وبتتابع. بتسجلهم بعد ما تسالهم اذا بحبوا يتسجلوا وبتسالهم وين عايشين، بيقولوا لها مثلا ببعلبك ببيروت يعني وين ما بدهم. بتغطوا كل لبنان. 35 مختبر متعاقدين معهم نحن. بنشتري التيست وبنعطيهم اياه وبندفع لهم على كل تيست شيء مبلغ رمزي. بتشكرهم كمان على الهواء لل 35 مختبر، ما فيني اقول اساميهم. بتسجلهم وبتقلهم بتروحوا على المختبر وبنبعث لهم الاسم للمختبر انه هالشخص جاي من قبلنا. بياخذوا العينه ومش ضروري كل حدا يروح، يعني لو رجال ومرته واخته وخيه كلهم وشخص واحد، كل واحد بياخذ للكل يعني. هلا هيدا فحص خروج بيكشف دم ما بنشوفه بالعين المجرده. من ضمن الاسئله اللي بتسالهم سيلفانا، عم تشوفوا دم بالخروج؟ اذا قالوا لها ايه، بتقول لهم انا اخذ لكم بدكم تعملوا نادور. عرفتي كيف يعني؟ لانه نحن عم نكشف اذا عم نشوف اذا في دم. صحيح. اذا حدا قال لنا في دم مش رح نقول له رح اعمل الفت لنشوف اذا في دم، بنوجهه نعمل له نادور. اذا طلع سلبي بيطلع او سلبي او ايجابي. سلبي معناته المختبر ما لقى دم بهالعينه. هو فيك الاميونوكيميكال تيست يعني بيكشف باشياء كيماويه اميونوكيميكال شغلات اذا في دم من جسم الانسان. يعني حتى اذا الواحد اكل شمندر او اكل دم لحمه نيه اشياء بتلون الخروج كل شيء ما بيطلع بوزيتيف اذا هو ما عنده دم بالخروج. هلا اذا طلع بوزيتيف بنتصل فيه، نحن بنتصل فيه كمان بنقول له طلع بوزيتيف التست. اذا عنده انشورنس اذا قادر يدفع النادور بندله بنقول له وين بدك تعمله، بقلنا بقى انا هون بيتي، بناخذ له دغري بنسهل له الطريقه كمان، بنتصل بالحكيم ناخذ له موعد على السريع لحتى ما يغيروا رايهم يعني. واذا حدا مش قادر بنشوف بندله على المستشفيات اللي نحن متعاقدين معها اسعارهم احسن ومنسندهم منساعد قد ما فينا. هلا مثلا عندنا شوي اجينا دونيشن للنادور منساعد الاسم اللي بيطلعوا معنا بوزيتيف. وبعدين منتابع معهم مثلا في هلا مدام اليوم كان عندها عمليه كشفنا لها بالفيت اليوم كل النهار على التليفون معه وما انه عم نتطمن عنا وسالت الحكيم عنا هيك مدلي انه بالنا مشغول على حتى نتطمن على الاخير عنه. انا يعني حضرتك بتذكرتي قديش انتم بتتابعوا المريض، يعني مش بس بتقدموا الفيت تيست وخلص انتهى الموضوع، ولكن بتتابعوا المريض لحتى تعرفوا كيف رح يكون الريزلتا واذا كان بوزيتيف وين يتوجه. قديه هيك فريق العمل عندكم كبير؟ فريق العمل نحن 37 ممبر بالجمعيه مزبوط، بس اللي عم يشتغلوا هيك فعليا على القصص نحن شي 8 او 10 بتشوفونا دائما على السوشيال ميديا. بس صحيح. اكيد بتشكر الكل يعني كل الممبرز الموجودين، كل واحد بيساعدنا على طريقته كل واحد، بس الممبرز الناشطين معنا كمان بتشكرهم بكل نشاطاتنا بتشوفيهم طبعا بكل يعني بيكونوا يعني كل واحد عنده اختصاص. مثلا هون مدام خديجه هي مختصه بالايفنتس بتساعدنا بالايفنتس، عندنا مسؤوله علاقات عامه جمانة، هول دكتور بمستشفى مثلا هاي الدكتور بيروح معنا بيعمل محاضرات من حلو. مستشفى سان جون. بتشكرهم كمان هون للال اي يو رزق سان جون. هون طبعا. دكتور جلاديس مثلا كمان نائبه الرئيس عم تعمل محاضرة ببسكنتا مثلا بضيعتها، يعني كل واحد عنده اختصاص. سيلفانا مستلمة منصة السوشيال والسكرينينج. نعم والسكرينينج. خير رحلة. هل كلكم هنا كل الأشخاص الموجودين كمان بالجمعية كلهم عندهم تاريخ مع سرطان الكولون؟ لا أبداً. ولا كلهم متطوعين؟ لا أبدا، عنا نحن هون كلهم كمان عنا ممبر اسمها نسرين وفي اثنين مرئين بسرطان الكولون صبايا هالة وكارول بتشكرهم كمان. دكتور فادي نصر عم نشوف اكيد نوجه له تحيه كثير كبيره لدكتور فادي. كل دقيقه كل دقيقه. وفي عنا شاب كمان صغير اسمه ربيع كمان مرق بكولون كانسر، وهلا بخبرك القصه مش غلطه يا حرام ودائما بناخذ عبره منه. وعندنا مدام نسرين هي السوشيال وركر يعني المسؤوله عن السوشيال، يعني بتقيم وضع المريض اذا بدنا نساعده او لا. والباقي كلهم كل واحد هو هن اربع يعني هلا وكارول وربيع. ربيع عمره 35 سنه ودائما بنقول لهم للعالم يو ار نيفر تو يونغ، يعني ما حدا عليه خيمه من هاي. مزبوط 90% بينصابوا عمرهم من 45 وطلوع، بس دائما بنقول لهم اذا عمركم تحت ال 45 وحسيتوا حيلا تغير بعاده امعائكم روحوا دغري عند الحكيم. مش بس هيك،
أصروا على الحكيم ياخذكم جديا. ربيع حرام راح عند الحكيم خبرينا قصته. قال له معك بواسير، يعني لا عمل له نادور ولا فحصه، بس قال له معك بواسير يعني هيمورويدز. انبسط، راح عند نطر بعد شهرين عم ينزف دم، راح عند حكيم ثاني قال له هيئتك عم تخبص بالاكل. لحتى تلفن له وعم بيقول لنا القصه انه عم شوف دم، اخذني له موعد مع الحكمه اللي منوثق فيهم، يعني طلع عنده ستيج 4 يعني الحمد لله. بس هي كمان عزمت يعني شوفي شو انه بيعطي مجال هالكانسر. يمكن بيستنشقوا بالموضوع، بيفكروا انه لانه صغير شخص. إيه؟ لأنه صغير ما يعني عندك ريسك. لا صحيح، لازم تاخذوه جديا. حرام يعني انه نحن دائما عم نعمل امباور، عم نقوي شو امباور الشباب والصبايا انه ما تتكلوا انه الحكيم، انه قولوا له لا عملنا مثلا كارول راحت عند الحكيم قوام عمل لها نادور، كان عمرها اصغر من 45. عرفتي كيف؟ يعني هيدي كتير مهمة كمان. هون العمر ما بيلعب دور، يعني طبعا كل مريض بحس عوارض معينة لازم دغري يتوجه عند الطبيب المختص لحتى ما نوصل لمراحل متقدمة. طبعا مشان هيك التوعية ونشر التوعية كتير مهمة بالنسبة لهيدا الموضوع. هنا أنا وياكي هلأ والمشاهدين رح نتوقف مع فيديو كتير حلو ونشوفه سوا. بونجور، معكم الممثل جوزيف أصاف. رح خبركم خبرية سريعة. قاعد بالبيت أنا وإز بتجي مرتي بتقلي جمعية سعيد عاملي فحص للكانسير تبع الكولون بهون بمستشفى سان جورج، بدي انزل أنا وياك نعمل فحص. قلت لها أنا ما بعاني من عوارض، ما عندي عوارض، ما عندي شيء. قالوا إذا بدنا نروح. أصرت، قد ما أصرت رحت أنا. قلت ما تزعل يعني، بديش زعلها. وهيك كمان بنام بالبيت بقى رحنا عملنا الفحص، طلعت هي نيجاتيف انا بوزيتيف. هون دب الهم بركابي، شو بدي اعمل؟ اتصلت بعديله النايب السابق كميل خوري، دكتور كميل خوري، هو دكتور جهاز هضمي. فخبرته شو صار معي، قال لي ضروري نعمل النادور وبسرعه. عملنا النادور، ما طول عليكم، طلع عندي 3 بوليب، شيلهم ثلاثتهم وعملنا زرع، كمان طلع الزرع نيجاتيف يعني ما في شيء كانسر. وقال لي لو تاخرت اكثر كان اكيد كنت كانسر. فبنطلب من الكل انه جمعيه سعيد بتعمل الفحص هذا ببلاش، فروحوا اعملوا فحص دوري كل سنه اعملوه مره واطمنوا على صحتكم. انا زمطت يمكن غيري ما يزمط، فبليز بليز بليز روحوا اعملوا الفحص، ما تنسوا كل سنه، بحبكم. قد ايه حلو هالفيديو، قد ايه هيك في انفورماسيون كثير مهمه، وفعلا قد ايه بتشتغلوا على الارض. هنا انا بشوف وشاهده على هيدا الموضوع، يعني 24 على 24 بدون اي تعب بتضلك دائما بجهود متواصله لنشر التوعيه حول هيدا المرض. قد ايه مهم هيدا الشيء اللي شفناه، وخاصه انه عم تنقذوا حياه شخص ممكن يفوت بتونيل الكانسير وبتونيل كتير كبير وعنده عذابات كتير كبيرة بحياته. معلوم خاصة هلأ لا أدوية ولا مصاري ليتحكم ولا شيء. بالنسبة للنشاطات مزبوط، نحن بشهر أدار سنة الماضي بال23 بس بشهر أدار عملنا 29 نشاط توعوي. يعني كل يوم كان عندنا نشاط أو نشاطين، لأن في أيام الأحد مثلا لا. بكل السنة كمان فوق هيدا عاملين شي 75 نشاط، يعني عم نضلنا على مدار السنه، على يعني مدار السنه فعلا. ايه لانه ما فيك توقفي، انه بعدين هلا صار في كثير طلب. يعني المستشفيات سنه الماضيه وهلا بتشكر كمان كل المستشفيات اللي عم يدعمونا بالتوعيه وعم يدعمونا، عم يتشاركوا معنا بارتنرينج معنا بالوكاتون. ما في مستشفى يعني ال اي يو رزق سان جون والاشرفيه سي ام سي كي ام سي بلفيو كلهم بيشتركوا، اوتيل ديو نوتردام بجوني بصغرتها جايين، من صغرتها كلهم جايين ليشاركوا وجايبين معهم الناس ليتوعوا اكثر، لانه اكيد بتعرفي عن نشاطنا السنوي طبعاً. اكيد طبعا رح نكون كمان موجودين فيه اليوم. هنا كمان قد ايه بتحسي من طبيعه شغلك بجمعيه سعيد، حضرتك المؤسسه طبعا، اليوم قد ايه بتحسي نمط الحياه بيلعب دور كمان انه الاشخاص يكونوا اكثر عرضه ليصير عندهم سرطان الكولون؟
نحن بالمحاضرات تبعولنا دائما بقول الحكيم بيسال بنسال الناس بنقول لهم فينا نمنع سرطان الكولون؟ يعني بيقولوا لا، بنقول لهم بلا فينا، في على الشورت يعني على المدى القصير وفي على المدى الطويل. المدى القصير عم نقدم لهم الفت، يعني روحوا اعملوا الفت، هيدا بنكون حمينا حالنا، طمنوا بالكم. نعم. على المدى الطويل شو غيروا ستيل حياتكم، سيروا كلوا اكل صحي، كتروا الالياف، خففوا الدهون المشبعه يعني. صح. وقفوا الارجيله بليز، وقفوا الارجيله، وقفوا الدخان، لان بنكون عم نسالهم للطلاب او للعالم بتدخنوا؟ مين بدخن؟ بيطلعوا اثنين ثلاثه، نقول خي يعني حدا بدخن ارجيله بيرفعوا ايديهم كلهم، مفتكرين حالهم الارجيله انه لا ولا شيء، يعني انه الارجيله اضرب. الالكول يخففوه، واهم شيء اهم شيء ما يكونوا حياه يعني خمول، خمول، عشان هيك كل نشاطاتنا نحن كل السنه فيها مشي. مشي هايكينج، شفتيها هلا الهايكينج كانت معنا زميلتك رانيا. نعم. وبنروح مشي، عاملين نادي للمشاه ببيروت، كل يوم بنروح نمشي، كل يوم بتشوفونا لابسين بالبلوز الزرقاء وعم نمشي وعم نخبر العالم وعم يجوا يمشوا معنا، لحتى لانه كثير بيحمي مش بس من الكولون كانسر ريتا، بيحمي من الامراض النفسيه، قديش بترتاح تكوني معبقه وبتروحي تمشي، امراض الجسديه، الامراض كل شيء يعني، وخاصه للمصران لانه بيحرك المصران. نعم. مع الجسم وهيك. نعم، اول شغله المشي كثير مهم، فهول اشياء بايدنا على المدى البعيد. نعم. والمدى القريب انه يتوعوا يعملوا الفيت، واذا قادرين وبدهم يعملوا دغري الناظور كمان هو المعيار الذهبي اكيد. نعم. اليوم كمان هنا منذ إنشاء الجمعية قبل 8 سنوات طبعا، حققت هالجمعية العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وبسنة 2019 نظمت أول مسيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شارك فيها أكثر من 1000 مشارك من جميع الفئات العمرية، وتمكنت من نقل العديد من الرسائل التوعوية الرئيسية. خبرينا أكثر، كيف بلشت هيك الفكرة عندكم، وشو هن النشاطات يلي عملتوها بالسابق طبعا قبل ما نفوت بالنشاط يلي رح يصير بأدار 2024؟ نحن بال 2019 كنا عم نفكر قبل ما نعمل نادي المشاة، انه بنعرف انه المشي هيدا، قلنا هيك نظمنا الوكاتون المشي وسميناه مارش فور كولون كانسر بالانجليزي، وبالعربي مشي لنمنع سرطان الكولون، مارش ان بلو فور كولون كانسر. ومثل ما ملاحظين نقلنا فيه 4 رسائل. اول شيء انه شهر اذار هو شهر الكولون كانسر، ما حدا كان سامع عنه، مثلا نسالها للمدام او نسال حدا انه بتعملوا كشف مبكر، او من المره ما تفكر بالكولون، تقول لي كل سنه بعمل ماموغرافي انا، لانه دائما الحملات والتغطيه يعني توعية اكثر على سرطان الثدي. نعم. الازرق ما حدا كان بيعرف انه هيدا لون الشعار العالمي للاويرنس للتوعيه عن الكولون كانسر. وبعدين مارش انه هو شهر اذار، وبنمشي لنمنع سرطان الكولون. صحيح. يعني وشو انبسطوا العالم، نشاط مجاني، بنكون حركنا وعائله، بيجتمعوا كل العائله وبيتسلوا، موسيقى وكثومبولا وكل شيء. قد ما شفنا في اقبال عليه كثير يعني تحمسنا، صرنا كل سنه نعمله. لسوء الحظ بالوقت الكوفيد وقفنا، بس ما وقفنا، عملناه حتى فيرتشوال. نعم. ولو بتشوف ايش كانوا مبسوطين، نقول لهم للعالم امشوا كل واحد ببيته، وعملنا لهم تومبولا لهاللي بدهم اياه يعملوا شيء. هون بنشوف كمان لقطات من فيديو بال 2023. في اقبال كثير كبير طبعا، وقد ايه حلو كلهم هيك لابسين الازرق وعم بيضووا على هذا الموضوع، قد ايه كان حلو هالايفن ماي اللي عملتوه. كثير كثير كان حلو، والناس في كان عندنا شهادات حيه كارول. نعم. من حيها كمان طبعا. شهادات حيه فيها اولاد، العاب، في من كل الفئات العمريه والهيدا وشاركوا كثير. عنا معنا مؤسسات كمان مشكور، بشكرهم كمان يعني كل سنه عم بكونوا معنا شركائنا بالنشاط، وبشكر مدرسه المروج اللي شاركت باكثر من 200 تلميذ وعملوا لنا نشاطات على المسرح ومسرحيات بتمثل دور الجمعيه. يعني يعني شيء شو 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 وظيفتنا يعني مسرحيه كثير حلوين. حلو كمان شفنا هنا فرانسيس كمان. طبعا نوجه لهم تحيه لكل الاشخاص وللزميل ميشيل ازي، اكيد رح نرجع نشوف فيديو لإله. كنت كمان بدي شفت بالفيديو طبعا في هالكولون يلي بتنفخوه، يعني مبين مثل مجسم للمصران. هيدا المريض شو بيكتشف فيه بس يفوت بقلبه؟
هيدا بنقول لهم للعالم نحن انه انتم ما حدا في يشوف بقلب المصران الا الحكيم واللي بفوت بهيدا الكولون. ليه؟ لانه ما حتى بيقولوا له الواحد مرات عمول سي تي سكان ما ببين اذا واحد عنده لحميه، السي تي سكان ببين بس لما يكون متقدم. نحن بنفوت المريض وبنقول له ليكو اذا لقينا اذا عملنا الفيت طلع سلبي معناته هيك بيكون في حياه كثير نضيق يعني هيلثي يعني ما في شيء حتى اللون بيكون لونه بيكون منيح. بنقعد نمشي بنقول له اذا ايجابي لازم نعمل نادور، مش معناته في دم بس ما نعرف شو سبب الدم، ايجابي يعني لقينا دم بس مش لقينا سرطان بنقول لهم. وبنفرجيهم اول شيء المرض الاي بي دي كيف بيكون مثل الامراض المزمنه بالمصران، معقول تكون امراض مزمنه عم تعمل دم، واما معقول تكون لحميه، بنفرجيهم اللحميه كيف تكون هالقد بعد تتطور. سنتين ثلاثة بتصير هالقد، بعد كم سنة بتصير هالقد، لا تصير أمراض منتشرة بكل الجسم. فبيستوعبوا خطورة القصة أنه ليه طيب بدي ومنقل لهم هون رسمي لها فيت، هون رسمي لها نادور، كل ما تقدمتوا عم تقوى العلاج يعني بدك هون في جمع عملية جراحية بتصير أصعب الأمور وبعدين بتصير في كيمو ورادييشن وعذاب ومش كل العالم بينجو يعني بالأخير صحيح بس كمان بينجو في كتير ناس بينجو طبعا. أنا كمان الحديث معك كتير حلو ولكن رح نكفي مع تاني بريك طبعا. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك كتير قصير، انطرونا راجعين. رجعنا معكم مشاهدينا بالمحور الأخير من هالستوك دايما عبر شاشة الأو تي في. رجعنا لك هنا هيك ريحناك شوي لأن أخذنا كتير معلومات ما بتعب أبدا معك. شكرا لك هنا. نحن بنعرف طبعا أنه في مرض تاني كمان ممكن يتحول لكانسر خاصة الكولون هو الاي بي دي اللي هو الانفلاماتوري باول ديزيز. اكثر امراض معروفين هن الكرونز ديزيز والالسيراتيف كولايتس. طبعا هالمرض اللي هو تقرحات بالمصران مزمن وللاسف بيجي عند الشباب واكثر الاوقات كمان عم نشوفه هلا عند الكبار بالعمر. قد ايه بتحسي كمان هول المرضى لازم ينعمل لهم اتنشن اكثر من غيرهم لانه ككرونز ديزيز ممكن يتحول لسرطان الكولون؟ هو نحن دائما بنقول لهم انه الريسك فاكتورز هن انه اللي عنده امراض مزمنه مثل الاي بي دي واللي ذكرتيهم يعني فاكيد كثير مهم. بس هو الحلو في انه مش الحلو يعني هو الشغله انه بهالامراض ببين بحسوا بالاعراض ومضطرين يروحوا يشوفوا يعملوا نادور. بس الله يساعدهم يعني اللي مش قادر يعمل نادور بيجينا مرات ناس بيقولوا لنا لازمنا نادور بس مش قادرين نعمله كمان هيدي صعبه عليهم كثير ما عدا الادويه كمان انت بتعرفوا يعني طبعا الادويه يعني كثير صعب لمرضى الاي بي دي. انا اكيد بوجه لهم تحيه كثير كبيره لهالمرضى يلي عم يتالموا جسديا نفسيا لانه للاسف هنا كمان بلبنان ما في كثير هايلايت على هول المرضى اللي هن فعلا عم يتعذبوا مثلهم مثل مريض الكانسر لانه بظل الظروف الاقتصاديه والصحيه اللي عم نعيشها بلبنان ما عم يقدروا يلاقوا الادويه وادويتهم كثير غاليه. فمشان هيك تحيه كثير كبيره لكل مريض بيعاني من اي بي دي لانه فعلا هو بطل بهالبلد اللي اقل حقوقه انه ياخذ دواء ما عنده هيدا الحقوق. اليوم هنا كمان طبعا الجمعيه دائما فيها اشياء كثير حلوه ولكن كمان بتمرقوا بتحديات وصعوبات كثير كبيره. ابرز التحديات اللي بتمرقوا فيها شو هن؟ أكيد أبرز التحديات هي الماديات. يعني بتشكر هون على الهوى كل حدا السنة قدم لنا الفحوصات لنقدر نضاين في إجينا يعني أشخاص مرقوا بهالتجربة وقدموا لنا مبلغ قالوا بليز خلينا نغطي قد ما فينا فت وإذا بنقدر حتى نواضير بس لحتى نغلب هالمرض يعني مثل مقهورين من هالمرض وبدهم عرفتي شو هاي بتشكرهم. هاي أكتر عقبة بس أنه وهلأ السنة وجود هالمستشفيات كلهم وقفوا معنا بالوقتهم يعني بتشكرهم على الهواء يعني كلهم بدي أقولهم بتشكر كمان الـ مثلا المؤسسات مثلا هولدال كل سنة مزروعي في شركات يعني في الانجي اوز اللي نحن ممبر فيها مثلا جلوبال كولون كانسر واليوروبيان انجي اوز عالميه هول كمان نحن بيساعدونا باسم يعني هيك للتوعيه صحيح. فكمان هول يعني منيح. التحديات اللي بنلاقيها كمان مثلا نحن هلا اول شيء بدي اتشكرك على هالبرنامج لانه اول برنامج بنطلع فيه برايم تايم
نحن دائما بنقول بالعقبات انه كل البرامج اللي بيستضيفونا الصبح ربع ساعة بيكون المرأة مشغولة والرجال مشغول، يعني انجا بنحطه على السوشيال ميديا، بس غير لما تكون يعني هذيك المرة لما استضفتونا على الهواء ما بعرف كم تليفون اجا انه عرفوا اكثر، لانه بيتضوى اكثر. وفي عقبات انه في منهم مثلا مختبرات حتى انه بتشكر هول 35، بس في كتير مختبرات ما بيكونوا متعاونين، ما بدهم ما بدهم نشتغل، ما بدهم نساعد يعني وهيدي اكثر عقبات يعني والتحديات اللي عم بتواجهوها طبعا. رح نشوف كمان فيديو قبل ما نبلش بشهر أدار يلي رح نحكي عنه أكثر للمشاهدين كيف فيه ونشاركه كمان. رح نشوف فيديو كمان أخير بحلقتنا أنا وياكي والمشاهدين بنشوفه سوا. مرحبا جميعا، بنفس الحماس والنشاط عن السنة الماضية إيفنت جديد لجمعية سعيد NGO اللي بتهتم بالكشف المبكر والفحص المبكر لمرض سرطان الكولو. لقونا يوم الأحد 3 أدار 2024 ببيروت بالووتر فرونت بالبيال، جمعية سعيد NGO وأنا لنقضي سوا نهار طويل ابتداء من الساعة 8:30 الصبح لغاية الساعة 2 بعد الظهر. هنهار بيشمل الوكاتون يعني الماراثون المشي، بالإضافة لستندات للأكل، الكيدز أريا لأولاد صغار، استندات للمستشفيات والرعاية الصحية، بالإضافة للتومبولا يلي بتخولكم تربحوا جوائز قيمة. فإذا نكونوا على الموعد يوم الأحد 3 أدار 2024 ابتداء من الساعة 8:30 الصبح بالووتر فرونت بيال. الدعوة عامة ومجانية للجميع، كونوا كتار بانتظاركم. تشكر لميش وبتشكر موني كمان فردوس على الهوى، لأنه هتال السنة هي بتنظم لنا النشاط وروعة قد ما هي. وجهلها تحية كتير كبيرة لزميل ميشيل أزي كمان. أكيد، وبحب زيد على الأشياء اللي عدن ميشو أنه عاملين السنة كومبيتيشن بين طلاب الجامعات، كلهم شاركوا بالهيلث ساينسز، كل واحد عنده خيمة قدم لهم خيمة ليضوا على الموضوع بطريقتهم بطريقة حلوة، في كريتيريا خصوصية لحتى يربحوا. وبتشكر الوش ماني قدموا لنا جايزة للرابح الأول، $2000 للرابح الأول. نعم. وكمان هولدال وبوبا عطوا هدايا للثاني والثالث مع خان الصابون. نعم. المستشفيات من الأيورز قلت لك، الكي ام سي، سي ام سي، بلفيو، سيدة لبنان صغرتها، كلهم شاركوا. هولدال يعني ما بتشكرهم، إن شاء الله ما كنت نسيت حدا ما ذكرته، لأنه عن جد التعاون كل حدا عم بيغطي، لا مش أيد إنه بارتنرز، لأنه صحيح. عم يجوا يغطوا عم بيغطوا عن الموضوع، عم بفسروا يعني عم بيوعوا العالم. صحيح. ومشاركتهم معنا كمان دعم معنوي لنا، إنه كله مآمنين بهالرسالة اللي عم نقدر نجرب نوصلها للعالم. وجود ميشو شو كمان قديه بيعطي فرحة وبهجة فعلا لكل الأشخاص اللي بحبوه. نحن دايما منحبه لميشو وكل الأشخاص بيحبوه، لأنه فعلا هو كمان الوجه إذا فينا نقول الباسم، يعني عطول بيضل يضحك، وبالتالي كل المرضى بيحبوه، كل الأشخاص اللي بيشتركوا كمان بيحبوه. شو نشاطاتكم لل 2024 غير هالنشاط اللي رح يصير ب 3 أدار 2024؟ يعني هالسنة بلشنا، نحن كنا نبلش نشاطاتنا المكثفة بأدار، بس نحن صرنا من أول فبروري، من أول شباط كل يوم أو يومين عندنا نشاط إيفنتس. هلا بأدار كل محل، كل يوم بمحل، يعني من يعني مثل الدورة بنعدنا برومون كل المستشفيات، وبناخذ معنا الإنفليتبل، بنوزع الفت على طول، يعني ومحاضرات على أونلاين كمان. فما بنقعد يعني خلية نحل. وأكيد في عاملين إفطار، خديجة بتشكرها عم تنسق لإفطار لح كمان لنعمل شوية فاندينج للفحوصات اللي ما بنوقف نقدمها كل السنة، لأنه بحاجة طبعا لفاندينج، لأنه اليوم هالجمعية طبعا عم بتقدم عدة خدمات للمرضى لحتى توقف حدهم، مش بس جسديا ولكن نفسيا طبعا بحاجة لفاندينج. يعني على طول عم بيكون عندكم مشاريع لحتى تقدروا كمان تحطوا بصندوق هالجمعية طبعا لخدمة هالمرضى. نعم. وبتشكر كمان الدعم اللي عم بيغطوا لنا وزارة الصحة مثلا، هو الوزير اعتذر لأنه عنده مؤتمر بفرنسا، رح يبعث حدا من قبل الدكتور طبعاً. عرفات بتشكر طفيلي، WHO رح يبعثوا ممثل عنهم كمان، كمان قوى الأمن، قوى يعني الحمد لله الكل يعني السنة مأمنين بهاللي عم نعمله، وبيعطين ممثل.
ونحن النشاط تبعولنا التوعية محطوطين ضمن الخطة الوطنية اللي عملها تحية له الوزير فراس أبيض. فراس أبيض طبعا. الخطة الوطنية للسرطان مع اللجنة اللي معه، ونحن بنفتخر انه نكون من اللجنة اللي بنكون معهم يعني لحتى نساعدهم بتنفيذ نحن وغيرنا، يعني مش بس نحن، كل في جمعيات غيرنا طبعاً وفي حكمة وفي من كل الاختصاصات. نعم. اكيد نوجه له تحية كثير كبيرة لوزير الصحة فراس، دكتور فراس أبيض، على كل الجهود اللي عم بيقوم فيها طبعا بالوزارة بظل كل الظروف الصعبة اللي عم بيكون دائما قد بالنسبة للمرضى السرطان وحتى المرضى اللي عم بيعانوا من أمراض مزمنة ومستعصية. تحية كثير كبيرة له. هنا رسالة سألتك هيك للمشاهدين بنهاية حلقتنا، شو بتحب توجهي لهم رسالة لكل المشاهدين وخاصة للإيفنمان اللي رح يصير بثلاثة أدار 2024؟ أول رسالة بليز كلكم انزلوا على بيروت على البيال بثلاثة أدار، نشاط مجاني بتنبسطوا كتير، توعوي ومشي ورياضة وكل شيء، في صفوف رياضة وحلو كتير. ثاني شيء كلكم تستفيدوا، مين ما نزل على النشاط رح يكون في كمان فاوتشرز فيت. ولحقوا لنا صفحاتنا الاجتماعيه كلهم، سعيد ان جي او، ما بعرف اذا رح يمرقوا على الهواء، سعيد ان جي او جمعيه سعيد. لتعرفوا اكثر عن النشاطات، لتعرفوا اكثر عن الامراض، عن التوعيه، عن هالقصص كلها. واللي بحب ينضم للجمعيه، اللي بحب يشارك معه تجربتنا، معنا تجربته يعني، كيف يتواصلوا معكم؟ عبر السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا او يتواصلوا على رقمي 03458476. واهلا وسهلا مين ما بحب ينضم لجمعيتنا، من يعني بفوت من على العائله. نعم. بفوت على عائلتنا، نحن ما بنقول جمعيه، بنقول عائله جمعيه سعيد. فعلا. كلنا عائله واحده عم نشتغل من قلبنا، بتشكر الاعضاء فردا فردا، 37 كلهم بتشكرون اكيد، وان شاء الله بنشوفكم كلكم. امين. وانت كمان اكيد اكيد. مدام هنا نمر مؤسسه ورئيسه جمعيه سعيد، انا اكيد باسمي وباسم الاو تي في بدي اتمنى لك كل النجاح، كل التألق والمزيد من الازدهار بهالجمعية فعلا، لأنه بعرف قدي حضرتك دايما موجودة لخدمة المرضى، ومثل ما قلت كمان فعلا 24 على 24 بدون أي كلل ولا ملل، لأنه فعلا هو شغفك هالجمعية. يعطيك ألف عافية. أكيد بدي وجه تحية لكل أعضاء الجمعية، لكل الفولونتيرز اللي معكم، لكل الأطباء كمان يلي هن الأدفايزر دايما الموجودين بيكونوا للتوعية ولا نشر التوعية، كرمال أكيد نخفف من نسبة سرطان القولون بلبنان وبكل أنحاء العالم. ثانك يو. بعدين بدي زيد بس انه نحن كمان عندنا بادجت صغيره للي بيعملوا فتحات، بتعرف. نعم. العمليه مرات بيعملوا ستوما باكس، كمان عم نخصص لانه كرامه الانسان حرام عم تندقر بهول، انه لما ما يلاقوا مش قادرين يشتروهم كثير غاليين، عم نقدر نوقف معهم كمان نساعدهم بجزء من هالمصاريف. نعم. ان شاء الله نقدر نكبر اكثر. صحيح. ويجينا دعم ونقدر ندعم اكثر. ان شاء الله الايادي البيضاء دائما موجوده، وان شاء الله العمل الانساني ابدا ما بيزول بلبنان، فان شاء الله بتلاقوا دائما كل النجاح والتالق. شكرا لحضورك معنا. ثانك يو لك، وثانك يو للاو تي في على البرنامج الحلو، خاصه لانك انت طريقتك كيف هو. تسلمي. وخليتينا نضوي على كل النواحي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا للاسف وصلنا لختام حلقتنا ليله من هالستوك دائما عبر شاشه الاو تي في. بحب اقول انه اهميه التوعيه الصحيه والنفسيه حول سرطان القولون بتوفير المعلومات الضروريه للافراد للوقايه من هالمرض، وحتى نشجعهم على اعتماد اساليب حياه صحيه، بالاضافه الى تقديم الدعم النفسي والعاطفي للمرضى من خلال الحملات التوعويه والبرامج النفسيه اللي بتهدف دائما لتحسين جوده حياه الافراد المتاثرين بسرطان القولون وتعزيز رفاهيتهم العامة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالحلقة مشاهدينا. طبعا ملتقانا الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وموضوع جديد. تصبحوا على ألف خير.